كابكوم عامله تصويت عباره عن عن 10 اسئله، كابكوم سوبر اليكشن اسمه، سوبر اليكشن 10 اسئله لفانز كابكوم. فهات نشوف شو الوضع. اذا كنت احد اعضاء بلده كابكوم ايش راح تكون وظيفتك؟ هانتر، انتي زومبي بوليس، تاون فايتر، كومبلينت اتيرني، ووكينج اسيستنت روبوت، ستايلش كلينر. انتي زومبي بوليس فلافل اكيد. If you could learn one special move, what would it be? Please just select. ما أحلى هالأسئلة. أوكي. Spirit Blade, Headshot, Hadouken, Objection, Sliding, High Time, Double Jump. لا Headshot معلم. Please select the game systems you own. PlayStation 5, V4, Steam PC. Region. حاطينها ولا لا؟ يا ثانك يو خلصني. لا استنى هلا بلاش اقول لي انت عمرك مش انا 1900 استنى خلي عمرنا 100 سنة بنفع. رح يجننونا عمري 100 سنة 100 خايف ما يقبلوهاش. لا خلاص خليها 99 عشان العين، خليها عشان العين. رح تقبلوني؟ اه والله قبلوا. عمري 99 سنة. كرييت. أول مرة بختار هذا الشيء. إيش هاد؟ Your card information has been received. Your card will be downloaded. مديش هيك، وين زومبيز؟ وين نمسيز؟ يلا فوت خلصني. خلصني كابكم يفري قلبكم إلهي فريتوني. حالة شانلي، حالة ميجا مان، حيا الله ايس اترني. Answer this question. ليش حطت الكنترولر في حضني زي ابني؟ Which of the following Capcom games do you like the best؟ أكتر لعبة بحبها لكابكم. Wait. Please select just one. Choose from the option. Please enter two or more characters. Okay. اختار جزء واحد من هيها. اوكي مش كل الفرانشايز. What is your favorite Capcom character؟ مش غيرها. شيل فالنتينو. What do you look for in Capcom games؟ عايش بدور exhilarating gameplay اكيد. بقدر اختار اكتر؟ اوكي. Unpredictable and exciting story lines اكيد. Unique words اكيد. Replay value اكيد. اختار كل اشي. Remember better movie music اكيد. Unique and captivating character طيب. Super graphics اكيد. First time experience اكيد. Ability to play with players. لا هذا بهمنيش ما هذا. بحبوش اونلاين. Difficult but satisfying. اكيد difficult. ايوة. Next. كل شي. عايش ب... اوه. ماله هاد. مالو هاد؟ Please select up to three choices. طب ما انا اخترت او اختار بس ثلاثة او. طيب يا قاضي القضاء وجع. اعطيني difficult but satisfying and rewarding gameplay اكيد. هاي لا انساني من الجرافيكس مش بسوا. الكاركترز مضمونين او ميوزك. خلص اخ ييه لك خلص. ايميل ميوزك مضمون. Difficult but satisfying and rewarding gameplay, exhilarating gameplay, unpredictable and exciting storylines. قصة gameplay وصعوبة حلوة. هيك تمام حجي وجع. طلع لي زي ايش بودا ولا طلع ليش هيك. What image؟ هم كاتبين هون اختار بس ثلاثة. انا مش شايف. What image؟ الستريم تمام. هي تمام الحمد لله. شو صورتك عن كابكوم؟ او اكيد بايونيرز في المقدمة كابكوم. غريبين بس بطريقة لا مش غريبين. ماستر اوف اتس كرافت اكيد. بلايفول لا. اكستريملي ايه؟ ميتيك ما بعرف شو هالكلمة. ذا اتش كيو از ان جابان.
global competitor اكيد منافس عالمي. I don't have a unique, a hub of amazing creators. Master, pioneer, master of its craft, global competitor اكيد. شو الكلمة اللي طلعت لي هلا؟ Are there any Capcom game series including spin-off games that you would like to see get a sequel or a new game? في لعبة لكابكوم بدك تشوف لها جزء جديد او لعبة جديدة. اختار ثلاثة. اكيد داينو كرايسيس بدنا لها جزء جديد او يعني انه لعبة جديدة. او لسه في هون العاب. اكيد ريزيدنت ايفل يعني the hell. شي هاي. Ghost and Goblin, Ghost and Goblin, Monster Hunter, Mega Man. اوكي من بين بختار اونيموشا كمان. اونيموشا, داينو كرايسيس وريزيدنت ايفل, هدول بحب لهم اجزاء جديده او ينعمل لهم العاب جديده. يب يب. Is there a game that you would like to see completely remade with the latest technology including character? اوكي لعبه ينعملها. اوه بتعرفوا هاي اللعبه رايفل سكولز, هذه من احلى العاب الفايت على البلاي ستيشن 1. ضربات فرديه وضربات مزدوجه رهيبه هاي اللعبه. ايش ينعمل له ريميك؟ ليه مش حاطين بلاي سيلكت 1؟ ليه مش حاطين داينو كرايسيس؟ او Not in here, not in here. لعبتي لا مش هون. Not in here. مفروض تفهمي. What was the first Capcom game you played? أول لعبة لعبتها لكابكوم Resident Falafel 2. هاي أول لعبة لعبتها أنا. اللي قبلها كنت أتفرج. لأني خايف. Which Capcom game has influenced you the most? أكيد 2 برضو. خلاص. بلفوا بدوروا حوالين نفس الفيس فيس. Do you have a complaint you would like to share with Capcom? في عندك شكوى اختار واحدة. Too slow to release new number titles. أكيد لا مش too slow. Lame designs. لا. Too many oriented. أكيد لا. Needs to communicate with its fans better. أكيد لا. I've got lots of reasons not لا. Release more original title next, not sequels. Oh. طيب ريبوت اولد اي بيز اوريدي. يس هيها هيها. اعمل ريبوت لعناوين قديمه. خلاص نوت انف مارشندايز ان ستوك ريستنج اون اتس لورلز تو ماتش ليفل. يا يا عم اعملوا ريبوت عندكم مكتبه بتجنن. هونتنج جراوند, عداينا كرايسيس, على شو اسمها هذه فلافل نسيت. anyway ريبوت خلصونا, عيشونا الماضي الاليم مره اخرى. وي ويلكم اول يور سبورت فور كابكوم. ها؟ يس شكرا العفو. The hell's going on? Do you have any final comments for Capcom? Please feel free to include any opinions or requests. You can also leave this question blank. We may introduce Falafel. You have a rich library of old amazing titles. Like Dino Crisis. Oh Crisis غلط. Oh Hassan. Like Dino Crisis, which you should consider remaking it for the simple reason that there are no good dinosaur. غلط ديناصور. وليه غلط ديناصور؟ كيف او فيش وات داين؟ انا شو كنت عامل؟ او اي يو ار. اوكي There is no good dinosaur themed game. There is no, مش there are, there is. حسان الجرامر يبكي في الزاوية. There is no good dinosaur themed game.
ايش تقولهم تاني؟ You have a rich library of old amazing titles like Dino Crisis, which you should consider remaking it for the simple reason that there is no good dinosaur themed game. So you should take advantage. Hassan! Yes! So you should take advantage of that. احنا كنا نحكي داينو كرايسيس وهونتنج جراوند، في كمان لعبة. شو هي اللعبة الثالثة معلم؟ another game you هاتي ليش بنساها انا؟ Another game you should consider remaking it. Is Resident Evil Outbreak, which was ahead of its time, and I see that these times are the best ones to release. Again, blah. An online game similar to Outbreak. Another game you should consider remaking it is Resident Evil Outbreak, which was ahead of its time, and I see that, and I believe, which I see, Hassan, I believe that. اوكي خلينا نعملها كمان بوش. I also believe that Resident Evil Code Veronica is on your ongoing remake list. And wait for the official announcement. ليش غلط announcement؟ أوه هون في إيه حسان. ها. Yes. بكره يطلع لي الخط الأحمر تحت الكلمة بالإنجليزي. آخ بنجن. بكره يطلع لي الخط الأحمر. حبش أغلط في الإنجليزي. بنرفز منه. I also believe that Resident Evil Code Veronica is on your ongoing remake list. So just want to say that we, the fans, can't wait for the official announcement. Oh yes! Another another thing you should also consider remastering the trilogy. Oh, the first trilogy. The first RE trilogy. Hi, come on. Oh, Clock Tower! Yes! أو يس كلوك تاور، بس كلوك تاور عم بيعملوها قاعدين إيفا. أعتقد مش في محله حالياً. آه صح، وأنا كان قصدي كلوك تاور، بس أعتقد كلوك تاور أعلن إنه رح يعملوا الأجزاء القديمة ريميك. صح؟ فدا خشمكم. قالهم بالآخر. We can offer our souls to your nose. فدا خشمكم. طب خلص بكفي هالقد بكفي. All
the best from your favorite content. Oh my god, Hassan. Content creator. Geeks. And وينها هاي؟ وينها؟ حاولت انا. Oh hey. And geeks. Next. ايش comment is too long. طب خلص بلاها هاي. ها بدناش اياها. All the best فيهم العافية. ها next. زبط. هذا بيعمل قاعد بفرينج. ليش ما وقع؟ او ات تهيل. خلاص يعني كثير محينا مضل. اوه خلاص. Your vote. بحبش هيك بحب هيك. Your vote will be submitted with the following details. خلاص طيب thank you. Vote. Yo we did it. برافو.